الوحيدة في انتقال الخطوة المهمة. طبعا هنا بتحط اللي هو السعودي نفس الشيء، انك هنا لا تختار اللي هو الكادر الإداري بحكم انك مساعد صحي، على طول تختار كادر صحي. هذه مهمة، لأنك لو اخترت كادر إداري راح يقفل عليك مواقف التوظيف، ما راح تقدر تقدم على الوظيفة. بعد كده هنا الفئة، هنا تختار مساعد صحي نفس الشيء، هنا احرص على الفئة انك تختار الفئة الصحيحة، تحصل مكتوب هنا مساعد صحي تحطها. بعد كده تحط رقم الهوية، تاريخ ميلادك الهجري، ثم التحقق من الجهاز يسحب بياناتك. بعد كده الجهاز يسحب بياناتك عن طريق تطلع الاسم، بعد كده تنزل هنا تختار ميل، حاول تتأكد انه يكون ايميلك صح، لانه راح يرسلك رمز على الايميل. حاول لو كان خطأ ما راح يوصلك الرمز، يرسلك الايميل او الرمز على ايميلك. هنا تكتب رمز التحقق على الايميل اللي وصل، بكابيتال طبعا، ما راح يكون سمول، بحروف كابيتال. تضغط على كلمة التحقق، بعد كده تختار كلمة باسورد، يفضل انها تكون ما بين ارقام وحروف، يعني حرف حرفين كذا رقم. بعد راح يفتح لك هنا ويقول لك حمل السيرة الذاتية. بعد ما تحمل السيرة الذاتية يطلع لك البيانات هذا هنا، هذه ما تعدل عليها أي شيء نهائيا، هي موجودة من الأساس. هنا تكتب اللي هو العنوان، سواء كمنطقة أو كحي، مثلا تكتب الرياض أو مثلا حي ياسمين أو الورود في الرياض أي كان فقط، بس هي أهم شيء لو سطر واحد من العنوان تعطي لي إياه خلاص. بعد كذا يعني في تكوين الحساب راح يجيك اللي هو الاختيار الملف، بعد ما تحط الباسورد يجيك هذا اختيار الملف اللي هو السيرة الذاتية، تحمل الجواب هنا اختيار الملف تحمل السيرة الذاتية. هنا بعد كذا بعد ما تحط العنوان راح يجيك هنا إضافة مستندات، وهذه أهم شيء. تضيف المستندات تحتاج منك هنا اختيار الملف، لازم تختار النوع. إذا بترفق الوثيقة تكتب أو المؤهل تكتب نوع الملف اللي هو المؤهل، هذه أهم شيء نوع الملف، صورة من المؤهل. إذا بترفق التصنيف تكتب اللي هو صورة، يطلع لك من ضمن الخيارات صورة مثلا من التصنيف وهكذا. أهم شيء ترفق له الهوية وصورة المؤهل والتصنيف. هذه طبعا سابقا قبلها بتكون اللي هو السيرة الذاتية، هذه أهم أربع حاجات يعني تطبق إياها. بعد كذا تسوي لها حفظ على اليسار فوق، هنا هي موجودة في الأيقونة هذه، هنا تسوي لها حفظ على اليسار. بعد ما تربط المستندات يطلع لك تم تحديث الحساب، هنا خلاص. بعد كذا في نفس الخانة هنا ونلاحظ هنا هذه خانة تنتقل اللي هي المؤهلات والمهارات، تضغط عليها بعد ما تسوي حفظ تربط الملفات ويقول تم تحديد الحساب، تروح هنا المؤهلات والمهارات راح تطلع لك الخانة هذه. هنا تضغط إضافة المؤهلات. هنا الفئة بخصوص الصحي موجود في اللي هو البكالوريوس والدبلوم بعد البكالوريوس، بعدين متشرطة إلى أمن صحي، لازم تحط الشيء هذا ضروري، تحط في شرط الأمن الصحي، ما تحط اللي هو بكالوريوس فقط. هنا تحط نوع المؤهل بكالوريوس، بعد كذا هنا تاريخ التخرج، تخصص موجود أمن صحي، تخصص الفرعي ما أحتاجه، ما
هذه ما احتاج لي فرصات ثانيه. كمل الباقي من المعلومات ونفس الطريقه اللي قلنا سابقا، اول هنا تسوي لها حفظ، بعد كذا راح تنتقل خبرات هذه مفاتيح ومعدل هذه ما لها علاقه. بعد كذا الان انت خلاص يطلع لك تم تحديث الحساب، هنا امورك تكون تمام. في هنا مكتوب الوظائف فوق في الصفحه على اليمين جنب الصفحه الرئيسيه، مكتوب الوظائف يطلع لك الوظائف المتاحه. هنا اختار تقريبا قبل 4 شهور او 5 شهور هنا في البحث، لما تضغط ذهاب راح يطلع لك المسمى الوظيفي اللي هو مساعد الامن الصحي. بعد كذا في على اليسار مكتوب نفس الايقونة هذه اللي هو التقدم على الوظيفة بالعلامة هذه، تضغط على العلامة الزرقاء هذه. بعد كذا راح يفتح لك اللي هي مراجعة لحسابك بياناتك، فيها 3 خطوات. تأكد راح تفتح لك أول شيء البيانات الأساسية لك، تأكد منها أنها صحيحة. بعد كذا الخطوة الثانية راح يفتح لك اللي هو رغبات العمل. في نقطة مهمة هنا في رغبات العمل، أول شيء أو نقطتين أهم شيء في رغبات العمل. أول شيء راح يفتح لك زي كذا، تحط رقم 1 الرغبة الأولى، طبعا لازم تكتب رغباتك بناء على الأهم لك، يعني وش الرغبة الأولى اللي تبغاها. اختار الرغبة الأولى، اختار كمنطقة، راح يطلع معك الجهة هنا وش المستشفى اللي تبغاه، يطلع لك 5 جهات على حسب مكان العمل. في حال لو بغيت رغبة ثانية تضغط على نفس الأيقونة هذه، ما تعدل في نفس المكان هذا، لا خلاص تجي هنا تضغط إضافة رغبة جديدة، راح يفتح معك خانة نفس هذه، تنزل تحت هنا تحط رقم 2، تعبي المنطقة تعبي الجهة. في حال لو رغبت رغبة ثالثة زي كذا رابعة خامسة اثنين، كمل عدد الرغبات كامل. في حال لو بغيت تعدل في رغبة من الرغبات وترجع تضيفها. النقطة الأهم والأهم والأهم، في حال حطيت رغباتك وقدمت على الوظيفة ما تقدر تعدل على الرغبات الثانية، وهذه أهم نقطة في الاستفسار فيها كثير. يقول لك أنا قدمت وبيعدل على رغباتي، تعديل على الرغبات ما يمكن، بعد ما تقدم على الوظيفة تقدر تعدل كمنطقات، تقدر تعدل على مؤهلات، تعدل على بياناتك الشخصية، رقم الجوال، العنوان، نعم ممكن، إلا الرغبات، الرغبات ما تقدر تعدل عليها شيء نهائيا. بعد ما تحط رغباتك كاملة، هنا هي الخطوة الثانية لتأكيد الطرف، راح تطلع معك تفاصيلك كاملة. بعدها اللي هو التعهد او الخطوه الثالثه، راح يطلع لك التعهد هذا تاكيد الطرف. مجرد ما تحط نعم تاكدت على الطرف خلاص، بعد كذا راح يطلع معك اللي هو نشكرك على التقدم على الوظيفه. هنا معناته انت قدمت على وظيفه خلاص، هنا ارتبط حسابك رقم باعلان او رقم وظيفي. تبغى تتاكد اكثر ارتبط الوظيفة ولا لا، في هنا الوظائف، بعدين راح تطلع لك الوظائف المتقدم عليها، مجرد ما تضغط عليها ويطلع لك نفس الشيء هذا اللي هو طلب وظيفة ناشط، مسمى يطلع لك هنا كمساعد صحي طلب وظيفة ناشط، هنا معناته انت امورك تمام، ضبط نفسك في الوظيفة مبدئيا. او تقريبا هذه شرح كامل أهم ما في بوابة التوظيف من ناحية طريقة آلية
أنا عارف هو بالنسبة لي سعيد ومع المؤهل.